السلام عليكم الإخوة والأخوات، مرحبا بكم. أنا فيديو جديد، فيديو تاع واحد الشقة البيع بمدينة السعيدية في تحوان تواسا قريبة للبحر، ما با واحد دي مينوت أبي راك في لابلاج. هذه هي لونطري تاعها، كاين أن صالون كبير تبارك الله. وبالنسبة للناس اللي ما مشتركين في القناة، تسمع لهم اللي يشتركوا في القناة ويفعلوا الجرس باش ديما يتوصلوا بالجديد. كما كتشوفوا البنتونة ما شاء الله تبارك الله، القبس فينيسيون واعرة، دو شومبر صالون، كويزين مفتوحة. هنايا كاينة لا كويزين والإشارة، حتى بالنسبة للناس اللي يحتاجوا أي حاجة في العقار في مدينة وجدة والسعيدية، ما عليهم إلا يتصلوا معايا. بالنسبة للبائع ندير له إن بيبليسيتي، وبالنسبة للشاري يعني نوسطوا أننا نجيبوا له شي دار ولا بارتمان ولا الحاجة اللي باغيها في المتناول نتاعو. هنا كاينة لا شومبر الأولى بالبالكون ديالها ما شاء الله، غادي تشوفوا حتى الحومة كي دايرة. كارتي كارتي كالم، فيه دي زون فيلا، هادي هي لا شومبر تبارك الله التسعة. وهنا كاين البالكون. نتمنى انها تنال الاعجاب نتاعكم، وما تنساوش انكم ديروا لجم لي فيديو اللي كنديروهم وتبارطاجيهم مع احبابكم اللي مهتمين بالعقار. كما كتشوفوا كاين لي بتي فيلا هنايا، يعني حومة ما شاء الله وزوينة، والثمن مناسب 45 مليون، يقدر يكون قابل للتفاوض. اون بلاسمون زين نقي، ودائما كنجيبو الهمزات. كان السعودية ابتداء من 30 مليون، حتى شي حاجة في السعودية. وكان لي بتي فيلا لي فيلا على حسب كل واحد شنو كيبغي، وعلى حسب لي بيدجي تاع كل واحد. هنا كاين طواليت سيباري على الدوش، وكاين دوش طواليت. حاشاكم الإخوة والأخوات. كما كتلاحظوا وهنا كاين دوش سيباري ابار، يعني ما شاء الله تبارك الله. الكويزي كما كتشوفوها مفتوحة، تقدر تجي فيها جليسة اونفاس ليها. دي جلسة هنايا، دي فوطي على القنت. هنا كاين دوزيام شومبر فيها بالكون كما كتلاحظوا، كيرقب على الحوش هذا ماشي كما الاول، كيرقب على الفصاد تاع الدار تاع لابارتمون. ولا تجد اي حاجه في السيديا فمرحبا، راه موجود الخير. ونتمنى ان الفيديوهات تنال الاعجاب تاعكم، وما تنساوش الاشتراك بالقناه باش يطلع التفاعل، ونقدموا ديما الجديد باذن الله. وخليو لنا الاراء تاعكم في لي كومونتير، شنو باغيين، واش لي بتي فيلا لي زابارتمون اراضي في الحياة، كل واحد يقولنا. وهنا تكون نهايه الفيديو، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.